بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم فاعلم. لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم you
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في يوم الافتتاح لمعهد الفرقان فرع غرب العمرية. وهذا الفرع هو فرع من أكثر من 30 فرع على مستوى الجمهورية ولله المنة، يسر الله عز وجل افتتاحه، وكان لإخوة أفاضل جزاهم الله خيرا يد في ذلك، نسأل الله يتقبل منا ومنهم جميعا. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. روى الترمذي رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في ذهاب العلم، وساق بسنده لعبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من أجل ذلك كان هذا المحضن، كان هذا المعهد الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص بصره إلى السماء، ثم قال: هذا أوان يختلص العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال، وكان واقفا زياد بن لبيد الأنصاري يسمى المهاجر الأنصاري: كيف يختلص العلم منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند يهود وعند النصارى، فماذا تغني عنهم، يعني فماذا تنفعهم، يقرؤونها ولا يعلمون بشيء فيها وليسوا عاملين بها. من أجل ذلك كان هذا المعهد. ونحن ننتهز فرصة حضور شيخنا الشيخ سعيد حماد جزاه الله خيرا، يعرج على العلم وأهله وفضل الطلب، وأيضا الأحداث الجارية، جزاه الله خيرا فيتقدم يعني مشكورا وغفورا له ورضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، يعني عندما قدمت إليكم هنا بالعمرية بالناصرية لم أكن أتخيل هذا الصرح العظيم وهذا المعهد بهذه السعة وهذا الخير، والذي شعرت به أو فيه بأنه منه من الله عز وجل وفضل ورحمة، وأنه بداية انطلاقة ليست لتعم هذه المنطقة فحسب، منطقة العمرية أو الإسكندرية
ولكن انطلاقه بإذن الله عز وجل لنشر الإسلام في ربوع الأرض. وأريد أن أبشركم، نحن كنا في زيارة إلى ليبيا وعدنا الجمعة الماضية، ومن قبلها كان فضيلة الشيخ ياسر وفضيلة الشيخ شريف وأعادوا أيضا بالخير. كان من يقوم بتمهيد الأرض للدعوة في ليبيا هم الشباب الذي أتى هنا 4 أشهر، حوالي 40 أخ ليبي، هم الذين يتعلقون بنا الآن ويتعلقون بدعوتنا، وهم الذين فتحوا لنا الانطلاق في بنغازي وفي البيضة وفي إجدابية، ويتعلقون بنا تعلق عجيب. وفي أجازة نصف السنة سوف يأتي عدد من هؤلاء الشباب الدعاة ليشربوا المنهج الصحيح ويعودوا لنشر الدعوة في ليبيا. الآن من تونس مجموعة موجودة، الآن من أنغولا مجموعة، من تنزانيا، من البرازيل، ومن قبل كان في مجموعة من 10 دول من أمريكا اللاتينية. لكي تعلموا قيمة هذه الدعوة، بركة هذه الدعوة، يعني أقرأ عليكم فقط بعض الرسائل، رسالة واحدة فقط أقرأ عليكم لتروا الخير الذي نحن فيه. نحن أيها الإخوة الأحبة انطلقنا في الدعوة خارج مصر، والآن نغطي بفضل الله ما يزيد عن 20 دولة في أفريقيا. في بنين ذهبنا في نوفمبر 2011، وكان على رأس هذه القافلة أخوكم سعد بن موسى العجرمي سنغري، عرفته، وكان أسلم على يديه هو ومن معه، كانوا 3 من الدعاة وطبيب، أسلم فوق من 1000 واحد. عدت إليهم في فبراير، أول فبراير 2012، الجيت 2000 صاروا 1000، صاروا 2000، وأسلم على أيدينا في هذه الرحلة فوق من 2000. عدنا إليهم في أكتوبر ودخل على أيدينا قرابة 1000، زاد العدد عن 5000، وقررنا أن نبقي أبناءنا ونتركهم لكي ينشروا الإسلام، لأننا شعرنا بحزن عميق عندما تركناهم من فبراير إلى أكتوبر دون دعاة من مصر. فقررنا مهما كانت التضحيات، حتى لو بعنا ما نملك. والآن عندنا أبناء من مصر ونكفل عدد، نكفل الآن فوق من 10 دعاة، حوالي 14 واحد في بنين، ونكفل 22 واحد في ملاوي، بيكلفنا الواحد حوالي $100، لكن الحمد لله زاد العدد في بنين عن 5000، وأقمنا مراكز المهتدين وبنينا مساجد وحفرنا أبار. نفس الكلام في ملاوي وموزمبيق، العدد زاد عن 5000 الحمد لله. في رحلة واحدة إلى غينيا بيساو ذهب أبناؤكم، ذهب الأسد ابن الأسد ابن أسد الأسود، ذهب أحمد ابن الشيخ جمال الدين برهامي. الشيخ جمال عامل عملية قلب مفتوح، وهو الآن في سوريا، ومن قبل كان في أفغانستان. رجال كما تقولون تواغي تيغي، راجل صح، رجال صدقوا معاذ الله عليه، يتحركون لنصرة إخوانهم في كل مكان. هذا الابن طبيب لا يتجاوز 30 سنة، ومعه زميله من طب أسيوط اسمه أحمد فتحي، ذهبوا إلى هناك وأرسلوا إلينا هذه الرسالة. بشرى، نحن الآن في غينيا بيساو على المحيط الأطلسي، وقد أسلم بفضل الله نحو 3000 من التكبير، تكبير بفضل الله 3000 من قرى الوثنيين، من زعماء القبائل والرجال والنساء والأطفال، وبعد تعليمهم معنى الشهادتين قدمت لهم مساعدات من ملابس وأطعمة، وذبحت لهم أبقار، وقد حضرت جموع غفيرة من المسلمين ووفود من عدة دول، وحظي الحدث بتغطية إعلامية من التلفزيون الرسمي. قسما بالله لقد كان يوما مشهودا، جزى الله خيرا كل من ساهم فيه. نحن إخواني الآن لا تدرون قيمة هذا المعهد وقيمة أن يكون إن شاء الله نقطة انطلاق للعالم. اتفقت مع الشيخ شريف
سوف آتي إليه بخمسين أخ من تونس ليشربوا المنهج الصحيح منهج السلفي ولكي يستقيم الفكر عند إخواننا في ليبيا وإخواننا في تونس. وسوف يأتي من ألمانيا حوالي خمسين أخ أيضا يدرسون عندكم، بالإضافة إلى عشرات من الآلاف وليس عشرات المئات بإذن الله. سوف نضرهم خطة خمسية. عندنا هنا في مصر ستين ألف وافد من إفريقيا وآسيا وأوروبا يدرسون، قلنا نعمل معهم ونجتهد عليهم حتى لا نضيع الفرصة. في فقط من ماليزيا 11 ألف طالب في جامعات الأزهر وأيضا في الكليات الطب وإلى آخره، واتفقنا معهم بفضل الله أننا سوف نقوم بإذن الله بغزو ماليزيا. سوف يسافر الشيخ فضيلة الشيخ محمد إسماعيل والشيخ أحمد حطيبة والشيخ ياسر برهامي والشيخ عميم شحات ومعهم الشيخ محمد حسان، سوف أصحبهم إلى ماليزيا لكي تنتشر بإذن الله الدعوة السلفية في كل مكان. نحن يا إخواني الآن فعلا أمة واحدة، ولنا إخوة الآن تحدثت إليهم في سوريا، وبدأ يذهب الدعاء للإعداد لمرحلة ما بعد الطاغية بشار. نحن الآن نعمل في سوريا، وإن شاء الله سوف نعمل في تركيا ونعمل في السودان ونعمل في ملاوي وفي موزمبيق وفي بوروندي وفي رواندا وفي غانا وفي بوركينا فاسو وفي النيجر وفي بنين وفي كثير من الدول، ونعمل في أمريكا اللاتينية ونعمل في أوروبا. هذا كله بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الدعوة المباركة. من أجل ذلك قدمت لأهنئكم على هذا الصرح، لأنه بإذن الله كل من ساهم فيه سوف يكون له الأجر المضاعف بإذن الله، لأنه سوف من خلال هذا العلم استعدوا الإخوة لكي تنتشروا. أتى إلينا إخوة من الصعيد من قنا من الفيوم وبشرونا بأن قرية واحدة فقط في قنا يتجاوز عدد حفاظ القرآن فيها 250. نريد أن ننتشر بعد أن فتح الله علينا، ونريد أن نتحرك في كل المدن الصعيد والوجه بحري لنأخذ منهم الرجال. الآن العدة هنا الرجال، صنع الرجال كما قال الله عز وجل كما بين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، أي قضى نحبه بأن توفى الله عز وجل، أو قضى نحبه بأن وفى بنذره وعهده مع الله. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أهل ثبات وأهل صدق وأهل عزيمة وأهل رجولة، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. هؤلاء الرجال أين هم وأين مصانعهم؟ كما قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال، رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أين هم وأين منابعهم وكيف ينقذف في قلوبهم النور وينطلق منهم النور؟ أين وكيف؟ كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اسمع، ما هو هدفهم؟ أين محط رحالهم؟ ما الذي حفزهم؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما هو الخير الذي يحوزونه؟ وما هو الفضل الذي يتمتعون به ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. من هنا أيها الإخوة الأحبة يتضح قيمة هذا المعهد وشرف العلم. هذا هو المنطلق الحقيقي لصناعة الرجال وبناء الرجال، هذه هي البداية التي نستطيع أن نواجه بها العالم. ولابد أن نتعلم شيئا عن الإرادة وعن بل إذنك
أنا بس في محاضرة إن شاء الله بعد المحاضرة في حاجة؟ يا ربنا ينصرنا إن شاء الله. أنا حبيت بس أطمئن على موضوع القائد إبراهيم الشيخ المحلاوي كان بيخطب في الجمعة ودعا الناس إلى أن ينصروا الشرع والشريعة والشرعية، وحصل هجوم البلطجية أصابوا 7 من إخواننا وحرقوا بعض السيارات، لكن كل هذا يعني في سبيل الله إن شاء الله ربنا ينجينا. ودي معروف لازم يحصل أكتر من كده، لكن أولا إن ربك لبالمرصاد، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فنسأل الله عز وجل أن يصب عليهم صوت عذاب. اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أيها الإخوة الأحبة، لا أدري كم أعطى من الوقت، لكن أنا إن شاء الله مش هحاول أسود عن نص ساعة، خلص الساعة 4 إن شاء الله. أنا متفق مع واحد من عجلتنا هنا شيب، نقول اسمع نبدي مرات ناخذ راحتي ونشد على الرابع والخامس. أول ما تلقاني يعني هلبت السرعة قال لي يا شيخ سعيد الله ينور، الله ينور عليك شايب، معناته يسكر يا عم وإيه ولم الإيه لم الشكارة بتاعتك وإيش وخلصنا، يبقى يحصل عملية طولت معينا، عرفت كيف؟ فمن الشيب اللي حقول لي الله ينور، ولا خلاص عرفت الدو انتو خلاص عرفت اخي الحبيب. انا اريد ان اتكلم في بضع دقائق عن قضية الارادة، ثم اعرج عن مع قضية العلم وارتباط قضية العلم بالارادة. اسمع ماذا قال الله عز وجل في القرآن في فيما يريد وفيما يريدون. قال الله تعالى في ارادته الكونية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وليه ترجعون. لابد يكون عندك يقين في الله، وإرادة الله غالبة، وقضاؤه نافذ، مشيئته نافذة. اسمع يعني هذا الذي قال الله عز وجل في مشيئته وأمره في قضية أو في قصة يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، على نبينا عليهم أفضل الصلاة والتسليم. ما هي بداية القصة؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يعني بيعه بثمن بخس عبد. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ماذا قال الله بعدها؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. اسمع، والله غالب على أمره، الله غالب كما نقول، ولكن أكثر الناس إيه؟ لا يعلمون، مش فاهمين. إن فرعون علا في الأرض، قصة ثانية، وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هل يستطيع فرعون أن يصطدم بإرادة الله؟ ماذا قال الله؟ ونريد إرادته، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة غصبا عن اللي جايبينكم، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. واسمع ماذا قال الله بعد ذلك: وأوحينا من الآيات المعجزة، الأمرين وخبرين وبشرين ووحيين، شيء عجيب. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، سبحان الله، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. اسمع، إنا رادوه إليك، مشكلة بس، وجعلوه
من المرسلين. رأيت إرادة الله عز وجل؟ كيف يقف أحد أمام إرادته؟ وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ماذا قال فرعون؟ هذه إرادته، وهذهم هؤلاء الملأ، هؤلاء هم الملأ اللي ضيعوا الدنيا في كل زمن، اللي بيسموهم فلول هذه الأيام. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهتك؟ ما فرعون هو المصلح. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليه فرعون؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تخيل، تخيل فرعون يقول إيه؟ تخيل ماذا يقول المنافقون؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وإيه؟ وباليوم الآخر. هو يقول، لكن ماذا قال الله؟ وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يفسدون وإذ بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ماذا قالوا؟ قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ شوف الفجر. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: نبي، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة لمن؟ للمفسدين؟ مش ممكن. والعاقبة للمتقين. هم لا يستشعرون يقين النبي. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. لسه ما عندهمش يقين النبي. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال لهم ثلاث أمور. قال: عسى ربكم، نمرة واحد، إيه؟ أن يهلك، إيه؟ والحمد لله، نسأل الله أن يهلك هم عن بكرة أبيهم، أن يملك عدوكم، ها، ويستخلفكم في الأرض. الاثنين دول ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يعطينا ويكمل لنا الفضل. لكن المهم الثالثة، فينظر يا أخوانا، هي دي القضية. عايز أقول لحاجة، لسه كنت بكلم الشيخ شريف، وخلينا عاملين وواضحين. البلد فيها 5% من هؤلاء الذين سوف يقولون لا، وإذا ما قولوا الحدق يفهم، اللي هم ليسوا على الإسلام، دول يعملوا 2.5 مليون صوت، لأنهم يعملوا 5% في 90 مليون، 4.5 مليون. 90 مليون يعملوا 50 مليون ناسب، يعني 5 على 9. لو ضربت 4.5 × 5 على 9 يعمل لك كام؟ يعمل لك 2.5 مليون. دول كلهم هيقولوا لا بالإجماع، مش 90% منهم، لا 100% من الآخر. يعني خدعونا ومكروا بنا في حملة الرئاسة وأعطوا أصواتهم للشفيق، انسحبوا من الدستورية بعد ما مضوا ووافقوا وخدوا حقهم بالزيادة، وأول مرة في تاريخ الدساتير يتكتب المادة الثالثة لهم خالصة، إن لهم إنهم يتحكموا إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وفي اختيار قيادتهم الروحية. وبعد ما خلصوا قال لك لا، المادة الثانية لا، المادة 219 لا. طب ليه؟ عايزين يرجعوا أيام شنودة. شنودة كان شغال على أساس يحذفوا المادة الثانية تماما، ويقول لك إزاي تبقى الدولة مدنية ونقول إن الدولة دينها الإسلام. لا، كده ضد المدنية. أنا زي أمريكا أوروبا. مدنية يعني لا دينية، مدنية يعني زي أوروبا وأمريكا. الولد أو البنت تحب ولد مش نصراني، تحب ولد ملحد، بقوة القانون يتجوزه، مش مهم بقى بالشرع ولا بالولي ولا حتى بالعقد، دي قضية ما عندهمش الكلام ده.
حتى بالنسبة للنصارى، يعني النصارى ما خدوش حق، الحق ده مش واخدونه في أمريكا ولا في أوروبا، لا يملكون هذا. والبنت تتزوج من ملحد أو من نصراني وتدخل بيتك هناك في أمريكا كده وأوروبا كده وتضاجعه في بيتك، ولو أنت فتحت صوتك ترفع بس ما تلفونه البوليس يجي يقبض عليك. هو ده النظام عندهم، هم عايزين يوصلونا ان احنا نبقى نظام امريكاني ونظام اوروبي. والشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه بيقول نريد ابسط حقوق الانسان في بلاد الاسلام، نريد ونحن دوله الغالبيه اسلاميه، نريد نحن كمسلمين الحق في ان يحكمنا الاسلام، ابسط حقوق الانسان. حتى هذه لا تريدونها لنا؟ وأول ما ظهر تفسير المادة قالوا لا هذا مقيد الحريات، هذا سوف يؤدي لكذا وكذا 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 وكذا، مع أنهم وقعوا ومضوا ووافقوا، لكن عملية كلها إيه؟ يريدون هدم المعبد، هم أول من سوف يقع عليهم هذا الهدم، لكنهم نظرتهم ضيقة جدا. أما تنظر يا أخي الحبيب إلى إرادة الله عز وجل وتتيقن أن النصر قادم وأن الإسلام هو دين هذا القرن، شاءوا أم أبوا وما حاولوا، الله قال عنهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هل يملك أهل نور الشمس؟ فما بالك بنور الله؟ وقد قال الله عز وجل والله متم نوره ولو كره الكافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم والله لا يتمن هذا الله هذا الأمر ولا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وما من بيت وبر ولا مضر إلا دخل فيه الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. هذا كلام الله عز وجل، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أبلغ من ذلك، فقال سوف تفتح القسطنطينية ورومية، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام القسطنطينية أموالا أم رومية؟ قال القسطنطينية بلد هرقل، اللي كان اسمها الأستانة ثم سميت إسلام بول، بالتركي إسلام إسلام، وبول يعني كثير، الترجمة الحرفية إسلام كثير، الترجمة اللي هي عندهم يعني أينما ذهبت تجد الإسلام بكثرة في تركيا، ثم تحولت إلى اسم إسطنبول الآن وفتحت فعلا، وسوف تفتح مرة أخرى، تخيل في فتح آخر القسطنطينية، فتح إسلامي آخر، وسوف تفتح رومية. تعرفون ما هي رومية؟ كما أن الأستانة كانت معقل الأرثوذكس في أوروبا، روما ناقل مين يا إخواننا؟ الفاتيكان. سوف والله سوف تفتح، وسوف نكبر فيها أو يكبر أولادنا أو أحفادنا بإذن الله، سوف ندخلها. لأجل ذلك الآن الحرب شعواء، مصر غير أي بلد، مصر محدش لعب في دماغها أبدا. تم احتلالنا 1882 من البريطانيين وتركوها في 1956، بس تركوا لهم عملاء. بالرغم من ذلك أخيب ناس في الإنجليزي المصريين، تعال روح تونس روح الجزائر والمغرب، ما يعرفوش يقولوا ثلاث أربع جمل، فيها الأربع جمل فيها جملة عربي، كلامهم إيه؟ فرنساوي. روح سافر إفريقيا، سافر أي بلد، اتحولوا خلاص ما لهمش أي هوية. جم احتلونا هنا الروافض، واحتلوا ليبيا وتونس حوالي 3 قرون، قريب من 280 سنة، وعملوا الأزهر ده عشان يبقى للرافضة وإبعاد مذاهب أهل السنة والجماعة المشهورة كان، وهي مذاهب الأئمة، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. بعد 300 سنة وطردهم صلاح الدين، ما لقيناش حد شيعي في البلد بعد 300 سنة إكراه، وكان اللي اسمه الحاكم بأمر الله، أول ما الخطيب يجيب اسمه بس في الخطبة كل من في المسجد يسجد، واللي في الشارع ماشي يسجد على، لأن جاب اسم الحاكم بأمر الله.
كان بيؤله نفسه تأليه. ومع ذلك قلنا الشيوعيين خربوا الدنيا في عدن وفي سوريا وفي ليبيا وفي الجزائر وفي العراق. كنت أنا في الجيش في حرب أكتوبر 73، كان الولا الروسي الكلب ده كان كل كتيبة يبقى قاعد كتيبة ومعاه واحد من الجيش الروسي، من كتر رزالتهم كان يفتح المكتب وإحنا طلبة في الكلية ويقول لك هو فين ربنا، وكانوا بيحتفلوا بيعيد ميلاد لينين في الجيش أكتر من احتفالهم بالرسول عليه الصلاة والسلام. أي من الناس كانت بتحتفل. ومع ذلك لا تنظيم طليعي ولا مش عارف ايه لعب في مخاف مين، مشي وراحوا في داية ما طلعش مننا واحد شيوعي ولا مركزي ولا غيره. احنا كشعب مصري مسلم مثل الرمال المتحركة بتاعت مخافض القطارة، يجي لنا حد اهلا وسهلا ومش واخد باله ان احنا ايه حطيناه في رمال متحركة وسحبناه وردمناه وهو مش حاسس. فلا تقول لي لا مين هيعرف يعمل ايه، بيحاولوا يشوهوا الصورة. أنا بسألهم، أنا سألت النهاردة في خطبة الجمعة، القنوات السافلة دي من أول ما تبتدي لغاية ما تنتهي في أي، بقول مش 24 ساعة، في ساعة في نص ساعة بيذكر فيها في القناة دي اسم الله عز وجل؟ بيصلوا فيها على النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيدعوا إلى إيه؟ مين اللي بيقدم البرامج؟ شكلهم عامل إزاي؟ ماذا يريدون؟ تدري ماذا يريدون؟ اسمع القرآن يقول ماذا يريدون. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين هم يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هم يقولوا لا، قنواتهم يا إما شهوات يا إما شبهات، 70-75 شهوات، يا إما ماتش كورة ده أخف حاجة، يا إما فيلم يا إما تمثيلية يا إما مسرحية يا إما رأس يا إما فيديو كليب يا إما 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 إما. بقى دول اللي هيجيبوا الخير للبلد شهوات والباقي شبهات. والنبي حذر واحنا مش عارفين ليه احنا ماشيين وراهم. ربنا بيقول لي، بيقول النبي والخطاب للأمة، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، هتقعد تبحلى وتبص فيهم وتقلب ولا ايه الأمر القرآني ايه؟ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان تعمل ايه؟ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم الآية الثانية في النساء، الآية دي في الأنعام، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين، منافقين قبل الكافرين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قالوا إيه كلمة حلوة ده؟ بيقول لك لو في اتفاقيات دولية يبقى المواثيق الدولية فوق المواثيق المحلية، يعني فوق الشريعة الإسلامية. ده من الآخر، لأن انت دي حاجة محلية لكن دي حاجة دولية، عايز يخلي الناس دي تجيب المواثيق بتاعت السكان والإسكان اللي اشتغلوا فيها بحيث يبقى فيه شذوذ جنسي ويبقى فيه المرأة تتجوز اللي عايزاه ويبقى الحرية وما يبقاش فيه تعدد زوجات ويبقى فيه لواط وفي كل حاجة. عايزين دي تعلو على القرآن وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول لك أصله الحريات، ويجي واحد منهم يقول لك أصله ما فيش حريات، يقول له في المادة كام؟ يقول لك المدة 51، ترى المادة 51 تستغرب، ويجيب لك الدستور، يجيب لك واحد مزيف وكذب في كذب الآخر. أنا مش فاهم الناس دي الضلال والتضليل لغاية فين؟ إيه اللي تعبكم؟ هنقول الدستور ده فيه 80% 75% وكان الاول 30-40 يتحسن مرحلة يا اخي. مفيش حاجة اسمها مطلق في العالم، لكن انت عايز تخربها وخلاص، عايز البلد تقف، عايز نفضل نستنى؟ انت مش عايز الراجل ده ما يبقاش رئيس ومعك كل السلطات؟
طب ما تصير أحلى تمشي عشان يبقى فيه انتخاب ويبقى فيه مجلس الشعب ويبقى فيه استقرار ويبقى فيه كذا وكذا. يقول لك لا، ليه؟ عايز يخربها، عايز المرحلة التانية دي. لك شايفهم داخلين على الشيخ الرجل مجاهد من الطراز الأول، وداخلين على المصلين جوه المسجد عشان يعملوا البلبلة دي. يعني إلى هذا الحد وصل هذه البجاحة بهم يعني، وهذا التسلط، واخدين راحتهم يعملوا هم عايزينه في الإعلام، ويتكلموا زي ما يتكلموا، لكن أنت لا ما تتكلمش. ويقولك إرهاب، ويقولك إرهاب أهو محوطين الإنتاج الإعلامي. طب ده أنت رحت للراجل اللي هو رمز الدولة بصرف النظر أنت معاه ولا مختلف معاه، وراح لقيت عنده كنت عايز تاخد فرصة تقتحم القصر بتاعه، وراح بيته ويخ عند نسائه وعند أولاده، وعايز تعمل تقول لي أنت عندك حرية، ودخلت وعايز تقتحم، ولما جم ناس بيقول لك لا واقف على المدينة العليا ما يعملش حاجة غير إنه بيقول لك الاتحادية خط أحمر، تقوم تقول هو ده الإرهاب وبيخوفونا وبيرعبونا. يعني اللي أنت عايزه تعمله لدرجة إنك تخش على بيت الرئيس وقصر الرئيس اللي هو الرمز، ما حصلش. يروح لأمريكا وروح البيت الأبيض، الناس بتعمل وتعارض أوباما، بس فين بعد الشارع وما يقدرش يتحرك ويعمل بس حاجة زي بتاعة المرور، حاجة خفيفة جدا، ما يقدرش يعدي الحتة دي قدامه لسه الشارع وجنينة كبيرة وبعدين البيت الأبيض. مفيش احترام. الحرية تبقى البلطجة، والحرية تبقى القتل في حقهم، يقتل زي ما عايز. أنا أقول لك أنا حر، ولما تيجي تقول له لا يقول لك أنت كده بإيه؟ بترهبني. أنا لا أدري من الذي وراء هؤلاء وهذه المليارات التي تدفع. لماذا؟ لأن مصر لو بأمر الله تجاوزت هذه المرحلة يعلمون أن ليبيا رأها وتونس رأها، وما فيش تفتيت للسودان بعد كده، وفي نصرة للشعب الإريتري المسلم 5 مليون فيهم 75% مسلم هناك بيقتلوا وذبحوا وبتهدم مساجدهم ويمنعوا من تعليم القرآن واللغة العربية. كل هؤلاء سوف ننصرهم بإذن الله، هننصر اخواننا في سوريا واخواننا في السودان واخواننا في اريتريا واخواننا في ليبيا وتونس لو احنا وقفنا على ارجلنا. لا، ما تقفش على رجلك مصر، لا، لان معروف ما الذي سوف تصنعه مصر بعد ان تتجاوز هذه المرحله وهذه المحنه. اذا ايها الاخوه الاحبه، قبل ما تروح بكره الصندوق، حني وحنك جدي وجدك بوك وامك، تخذهم قبل ما تروح. انا بحكي مع الشيخ شريف، خلينا واقعيين، في 2.5 مليون هيقولوا لا من النصارى، كلهم هيقولوا لا. في 7.5 مليون، القاضي كان ابني يقعد 7 سنين في الحقوق، يسقط ويشيل ماده ومادتين، يتخرج بمقبول وفاشل، وباسم العدل وباسم القضاء الشامخ يتعين وكيل نيابه ويبقى قاضي، وابنك اللي جاب امتياز وطلع الاول على الكليه ما يتعينش من الاصل، دخل بالفشل ودخل بالوسطة ودخل بالظلم. ده تتوقع منه ايه لم يمسك قضية؟ كم مرة انا كنت مدير عام في المنشية ودخل علي عضو مجلس الشعب، فبحكي معاه بيقول لي البلد ومش البلد، قلت له انت دفعت كام عشان تبقى عضو مجلس الشعب؟ يعني مش في حدود 2 مليون، 2 مليون دي معناها 20 مليون اللي من دول، كان الكلام ده حاجة و80. قال له والله يا باشمهندس دفعت لي بتاع 3 مليون عشان ابقى عضو مجلس الشعب. قلت له وابنك؟ قال لي ابني في الشرطه. قلت له دفعت له كام؟ قال لي والله دفعت له 100,000. الراجل يعني كان فيه، قلت له يعني انت فاكر البلد هينصلح حالها وتسال يا بلد امتى تصلح حالها؟ وانت دخلت مجلس الشعب ب 2 مليون و3 مليون وابنك دخل ب 100,000، وازاي انت هتعوض دول؟ لازم اذن تصدير استيراد ولازم تلعب لك لعبه، وابنك ده اللي دخل بالوسطه دي والفلوس دي تتوقع منه خير؟ قبل ما يبقى في قاضي كان بيندب ل 30 40 مؤسسه، مش عارف ايه، من مستشار مش عارف للمينا، مستشار مش عارف للشؤون الداخليه، مستشار مش عارف للمصلحه الفلانيه، وكل ندب بياخد مرتب كامل، يروح مره ولا مرتين في الشهر، يعمل له 70 80 الف في الشهر. في 20 الف قاضي 10,000 قاضي في 100,000 ب 100 مليون. هل ده هيسيبها؟ ده انا قاتل يا مقتول، لان قال خلاص حسن مبارك كان وصلهم 69 واتفق معاهم يجيبهم ل 70 و 72 بس يامن ان ابنه يبقى رئيس جمهوريه.
رجع الرجل قال يا جماعة هنرجع ويبقى القضاء زي الجامعة وزي كل المصالح 60 سنة المعاش. ليه؟ ده أنا لازم أخرب بيتك ولازم أهدي البلد، لأن أنا بعمل ملاح بعملي 500-600 فدان إزاي، وأعملي 5-6 فلل على الساحل الشمالي إزاي؟ لا أخويا فيها لخفية تتخرب البلد مش مهم. أنا كنت نازل من بعد الرحلة بعد آخر انتخابات بتاعت وجبنا فيها 30% والعدالة جابت حاجة 40%، نازل من المطار في فيينا والإخوة الشباب قابلوني يا شيخ سعيد مبروك، قلت لهم لسه خمسة واقفين في سكتنا. قال لي معقول؟ كان لسه العسكر ماسك والداخلية والكلام. قلت له نمرة واحد العسكر، ما بتكلمش على أولادنا الشباب النقيب والرائد والمقدم، بتكلم على الناس اللي دماغها حصل لها غسيل بحيث ان ما فيش حاجة اسمها إسلام. نمرة 2 الداخلية، نمرة 3 الإعلام الفاشل الفاسد، نمرة 4 رجال الأعمال الفاسدين المفسدين اللي سرقوا البلد وخلى كل حاجة مسرطنة، و12 مليون عنده فيروس الكبد وملايين عندهم السرطان والناس بتشرب وبتاكل الكرنب والقرابيط من مياه المجاري والسمك مليان في الملاحات سرطانات. قلت له الخامس، انا عايز اقوله الاول بس حصدم الناس، قلت له الخامس القضاء. قال لي ايوه اسكندراني، ايوه يا شيخ سعيد. قلت له والله ده نمره واحد بس انا حبيت ما اصدمكمش، دول واقفين في سكتنا ودول اللي بيحاربوا المشروع الاسلامي، لان لما هنقيم العدل والله انا كنت بدرجه وكيل وزاره وكنت ماسك منصب ماسك نص مصر، كنت ماسك 11 محافظة محافظات دلتا كلها واسكندرية وجه بحري كله، كنت أركب القطار 6:10 عشان أكون في مكتبي في طنطا 8:15، كنت أدخل في الدرجة الأولى عشان مكانتي وعلى حسابي عامل كيلومتر. تخيل الألم اللي بيعتصرني لما أدخل وأدخل على القطر، كل القطر عبارة عن مستشارين يبصوا لي من فوق لتحت كده، يعني انت يا عم انت يا عم انت ابو دقن انت يا اخويا ايه اللي خلاك تدخل عندنا في العربيه بتاعتنا؟ بص عيل عنده 30 سنه يعمل لك كده اهو، وابني واخد دكتوراه، ابني واخد 99.2% في ثانويه عامه، عيالي كلهم الخمسه جايبين 99.2 ما عدا بنتي كانت اخي بواحده جايبه 98.7 ما جابتش 90% قبل ال 90 بـ1%، وكلهم حافظين القرآن وابني معاه القراءات العشر، وهو الفاشل ده بيبص لي من فوق تحت ازاي الشيخ ده ابو دقن ده يركب مع الباشا؟ كل واحد فيهم الا من رحم الله، مش كلهم، فيهم نسبه كبيره جدا ناس محترمين، لكن بقول لك قد ايه كل واحد جواه فرعون، وانتوا عارفين وشايفين ازاي بتدخل. والله انا شفت مره في محكمه الراجل قاعد كده على الكرسي، اول ما الراجل دخل راح اتنفس كده وجري على الشنطه بتاعته ومشي ورايح عامل كده اهو لغايه ما دخل المكتب، ينزلوا من المحطه في طنطا كل واحد يقف له صول يجري عليه ياخد منه الشنطه ويمشي وراه كده عبد من غير ما يشترى. عايزين نرجع نقول احنا احرار، وانت بني ادم زمان بني ادم وما ينفعش تقبض لك 70 و80 ألف يا حبيبي. انسى في حاجه اسمها اجور، الدستور فيه ماده بتقول بعد ما يتوافق عليه بساعة هيبقى معاش أي بني آدم مش هيقل عن 750 جنيه. يعني البيبة النهارده 300 هيبقى 750، لا كخة. اقرا بند الحريات المادة 50-51. قول له رد عليا، قول لأي واحد منهم. أنت ما تتكلمش كلام مرسل. اقرا لي أهو الدستور قدامك أهو. طلع لي أي مادة بتتكلم فيها وقول لي إيه المشكلة اللي فيها. وقلنا في مشاكل. طب حلها ازاي؟ الراجل حلها، رئيس الجمهوريه حلها، قال له يا جماعه تعالى اعملوا حوار، كم ماده 10-12 كل واحد يقول رايه. قول اللي مش عاجبك. وانا لك عليا مقتنع ومش مقتنع، كان بسلطه رئيس الجمهوريه اللي من حق رئيس الجمهوريه او من حق 20% من اعضاء مجلس الشعب المنتخب يقول عايزين نعدل في الدستور، يتعرض على مجلس الشعب. لو وافق عليه التلتين يعرض الاستفتاء، وافق الشعب يتغير الماده دي. يعني حتى لو انت مش موافق
عندك آلية من حقك تعرضها على الشعب والشعب يأيدك أو يخالفك، يعني حلت لك كل مشاكلك حتى في الحاجة اللي انت معترض عليها. لو الشعب قال نعم من حقك تقول يا جماعة رجعوا ال 12 مادة دول للشعب تاني، طب انت ايه اللي ناقصك؟ لا مش ناقصه حاجة، هو ناقصه يخرب البلد، ناقصه يوقف عجلة الانتاج. انا بقول لك في 2.5 مليون هيقولوا لا، في كل عائلات القضاء والشرطة الا من رحم هيقولوا لا، في اللي هيقبض 500 جنيه وهيقول لا من شفيق ومن الامارات، بلاش اقول منين تاني، دول مش هيقلوا عن 10 مليون عشان تعرفوا، دول اللي جابوا 12 مليون مع شفيق. يبقى ايه الحل؟ احنا 50 مليون لو رحنا 20 مليون هنخسر، هنبقى احنا 8 وهم 12، لو نحن 22 مليون اللي هو نص ال 50 مليون 25، لو نحن 25 مليون على حركك هيقول اهو الشعب منقسم، هنبقى احنا 13 وهم 12، هيبقى بالعافيه 52%. لكن لو رحنا 30 مليون هيبقى هم 12 واحنا كام؟ واحنا كام يا اخوانا؟ 18، يبقى التلت يبقى التلت يبقى النص والتلتين، يبقى احنا التلتين، يبقى احنا ايه؟ 6 من 10 وهم 4 من 10، احنا التلتين وهم التلت، صح كده؟ يبقى احنا نعمل كام؟ 67%، يبقى ضربناه في مختل، يبقى فوق من 50% راحوا، واللي قالوا تجاوزوا التلتين. طب ازاي نجيب ال 30 مليون والناس يقول لك لا يا عم انا مش عارف حاجه، انا مش فاهم حاجه، انا عايز اريح دماغي، انا زهقت، اروح حد هيضربني؟ الناس كلها مصممه اعداء الاسلام وانت راكع في بيتك؟ ما ينفعش الكلام ده، لازم انت عندك لابتوب ادخل على موقع elections.eg، طلع اسم كل واحد النهارده، لموا لفوا في البيوت، خبطوا على الناس، هات بطاقتك، اجيب لك فين لجنتك، ما عندكش مصلح يجي لك بكره اخدك النهارده، ما تناموش. الموضوع موضوع مواجهه يا اخوانا بين حق وباطل، موضوع بين شرع ولا شرع، موضوع بين استقرار ودمار للبلد وبلطجه. المساله يا اخوانا ما عرفتش، الوقت ضيق جدا، قدامنا يا دوبك 12 ساعه 15 ساعه، دلوقتي الساعه 4، الساعة 8 بعد 16 ساعة بالظبط، 4 النهاردة بالليل 4 الفجر يبقوا 12 ساعة، الساعة 8 18 ساعة، ال 18 ساعة دول ما تقعدوش فاضيين، وكل واحد لو جاب صوت، ولما تكلم حد تقول له جيب أنت تجيب 10، تقول له جيب أنت وراك 10، ورد عليه، ولو أنت قاري قول له أهو معايا، قول له تعالى قول لي إيه اللي مش عاجبك. اوروبا وامريكا بيقولوا ده اعظم دستور طلع لمصر، الناس المنصفين بيقولوا دستور ده من اعظم دساتير العالم، وهم مش مسلمين. انا عايز منهم راجل يتكلم بحق وصدق وما يقولش كلام عام، الحريات، حقوق النصارى، المش عارف ايه، قول لي يا اخويا حاجه، اقرا سطر سطر قدامي، وفي الاخر قلت لك ممكن يكون لك حق، دول 236 ماده، انت معترض على 10 مواد، على 12 ماده، لو 12 ماده يا اخوانا على 240 يبقوا كام؟ يبقى واحد على كام؟ مين يقول 12 على 240 يبقى كام؟ 12 على 24 كام؟ النص على 10 يبقى كام؟ ها؟ نص العشر يبقى كام؟ يبقى 5%، ماشي انا معاك، الدستور ده 95% حلو و5% وحش، انا معاك كمان، ايه رايك؟ ال 5% ده رئيس الجمهوريه تعهد، وحتى لو رئيس الجمهوريه تعهد مجلس الشعب مش عارفين تجيبوا 20% في مجلس الشعب وانتوا عاملين فيها ابطال، لموا نفسكم كلكم، لو مجلس الشعب فيه 500 ال 20% 100، واجتمعوا على ان الحاجه دي كخه، حقكم ومن حقكم يتعرض على مجلس الشعب يتوافق عليه بالاغلبيه، ولا انتوا بتتكلموا في الديمقراطيه بالاوانطه بس؟ يتوافق عليه
يتعرض على الأمة. يعني عايزين أكثر من كده آلية إيه؟ لكن هو مش كده، هو عايز يرمي كرسي في الكلوب والفرح يخلص والعالم تخبط في بعضها والنبابيك تشتغل، لأن من مصلحة البلطجي البلد تبوظ عشان ياخد 100,000 عشان خطف ابنك وخطف بنتك، مش عايزة تمشي. لو مشيت اليهود النهنان بترتعد، مفاصلهم بترتعد، مصر لو اتحركت العالم الإسلامي كله هيتحرك وراها. الموضوع يا اخوانا موضوع مواجهة، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أريد أن أختم كلامي أيضا بقضية الإرادة. خلي بالك إيه اللي مخلي الناس دي عندها الخلل في التصور والخلل في الحركة؟ ما هو الخلل ده في أي أمة بيحصل بسبب إما خلل في التصور أو خلل في إيه؟ في الحركة. ليه التصور عنده في خلل وليه الحركة عندهم في خلل؟ تعال اسمع إلى قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس. يا أخوانا يعني إيه اكتالوا على الناس؟ يستفون، أما يكيل لروحه ياخذ حق وش وزيادة، سواء في طول قماش ولا ياخذ بدل متر يخليها متر وعشرين سنت، عشر متر يخليها 11 متر، أرض ياخذ 100 متر يخليها 200، كيل ياخذ بدل الاردب ياخذ اردب ونص، هو يحب يزيد لحد ميزان يزود الكفه. راي يريدك تتكلم فيه وتقول هذا 100 100 وهذا راجل وهذا كذا، يا مقاله يريد حقه وتمدح فيه وكل كده، واذا كلوهم او وزنوهم ايش؟ ايه الخلل هنا؟ السبب ايه؟ السبب ايه؟ اسمع قال الله تعالى: الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس. وايه هي دي القضيه؟ ان هؤلاء الناس، ودي لازم نركز عليها فيما بعد الاستفتاء، القضايا الايمانيه وخاصه قضايا الايمان بالله واليوم الاخر وقضيه الايمان بالقدر، هذا في غايه الاهميه. لو الناس اتملت قلوبها بالإيمان والآخر لا يمكن أن يظلم، لا يمكن أن يطفف في كيل أو ميزان. اسمع ماذا قال الله عز وجل في سورة الماعون، قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. مين ده يا ربي؟ قال ليش اللي كذا وكذا في القضايا الإيمانية؟ قال: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فتخيل ربط الإيمان باليوم الآخر بقضية ايش؟ العدل الاجتماعي، بقضية الاهتمام بالمسكين وباليتيم. تعال اسمع ماذا قال الله عز وجل في أصل القضية: من كان يريد العاجلة، أي الدار العاجلة يعني الدنيا، ماذا قال الله فيه؟ عجلنا له، خذ يا عم، عجلنا له فيها بس ما نشاء بمشيئته هو وبإرادته هو لمن نريد، لكن في الآخر وين يروح؟ ثم جعلنا له ايش؟ جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره، هذه اراده، لكن مع الاراده لازم يكون في ايش؟ حركه، سعي، وسعى لها عنده تصور صحيح وحركه ايه؟ سليمه، وسعى لها سعيه مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكور. كلا ياخذ، ان الله يعطي الدنيا لمن احب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب. ولقد قال كلا ياخذ، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك ايش؟ محظور. من كان يريد حرث الاخره ايش ندير له؟ نازد له ايش؟ في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، بس ايش وما له في الاخره ايه؟ هذه القضيه يا اخواننا. ولذا قال الله تعالى لما بشر بالنصر إن قسم الناس إلى قسمين، قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، اسمع، لله الأمر، من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. والله سوف نفرح بنصر الله، من ينصر؟ هو ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله. اسمع يا أخو، تدبر هذا وكن على يقين، بس خذ بالأسباب،
وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون إيش؟ ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة غافلون. عرفت كيف؟ اللي واثق بوعد الله المؤمن بالآخرة. العلم يا أخوانا هنا لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم هم غافلون. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، هو ده المبلغ اللي وصلوا إليه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وأعلم بمن اهتدى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي إيه؟ شوف هم الآخرة والدنيا جت عندك راعي، جت تحت رجليه. من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وإيش؟ وإيه إيش يا أخوانا؟ راغمة. ومن كانت الدنيا همه إيه؟ فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤت من الدنيا إلا شوف. تعال شوف، أخلص في خمس دقائق قصة قارون ثم الملأ من بني إسرائيل. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح بس الخزائن، الرجال الأشداء ما يملكون إيه حملها، لا يستطيعون إيه حملها، فما بالك بما في الخزائن هذه. اسمع، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أيها الملأ، اتقوا الله وابتغ فيما آتاك الله إيش؟ الدار الآخرة. دي القضية اللي هي هؤلاء بعيدون عنها، ولذلك يحاربوننا. ولا تنس نصيبك من الدنيا من العمل الصالح ومن الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض بعلمك أو بمالك أو بسلطانك أو بجاهك، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال هذا الشقي؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. ودي مصيبة، خلي بالك، هذه ضيعت الثلاثة: عندي وأنا ولي. عندي دمرت قارون، قال: إنما أوتيته إيه؟ على علم عندي. ولي أغرقت فرعون، أليس لي ملك مصر؟ وأنا الكبر كله والبغي والاستكبار والعتو أهلكت من؟ إبليس. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين. أصحى تقول هذه الكلمات وتكثر منها: أنا 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 لي وعندي عندي عندي. ابعد، شوف القرآن قال: إنما أوتيته على إيش؟ القرآن رد قال: أولم يعلم؟ إيش العلم هذا الجاهل؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون؟ ها؟ من هو إيه؟ أشد قوة وأكثر شمعة ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. أسدل الستار على الفصل الأول، افتح تاني: فخرج على قومه في زينته. اسم هذا العلم. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، دي إرادة. أوه، يطلع على عمود الكهرباء وعلى الشجر ويعمل كده. قارون ماشي، الممثل الفلاني ماشي، الممثلة النجمة العظيمة الستار مش عارف ايه. هي قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ايه ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. لكن مين اللي بيحسم القضايا؟ وقال: الذين اوتوا العلم، هنا العلماء، هنا انشاء هذا المعهد. وقال: الذين اوتوا العلم ويلكم، ويلكم، ها، ثواب الله خير لمن امن وعمل ايه صالحا، ولا يلقاها الا الصابرون. اسدل الستار وافتح للفصل الثالث، ماشي. اسمع ماذا قال الله عز وجل: فخسفنا به ايه وبايه وبداره الارض. اللي طلع لي فيها خالص نزل اسفل سافلين. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصر. ارجع تاني. وقال: الذين تمنوا، اللي هم يريدون الحياة الدنيا، تمنوا ما كانوا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لما لش يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قالوا ايه؟ قالوا: تالله لقد من الله ايه علينا. قالوا قبل كده ايه؟
قالوا ايه؟ وقال الذين من القرآن من أمس واي دي فيها ثلاث قراءات، واي بتاعت الصعايدة دي بتاعت ابن كثير، واي 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 كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، والقراءة الثانية بتاعت الكسائي وايك كلمة تعجب أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقراءة القراء الثمانية اللي هم غير ابن كثير والكسائي وايك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا إيه لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون. حط اليافطة الكبيرة قدامك، حطها على قلبك واعملها عندك على الديسك توب بتاعك، وحطها على الوول بيبر، وحطها على الموبايل. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن يا اخوانا؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذه رسالة لكل من يحارب شرع الله، يحارب دين الله، ويحارب وطنه ويريد أن يدمره. نقول لهم اتقوا الله وانظروا إلى اليوم الآخر، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مش فيها لا فيها، هذا درس من قصص القرآن. تعال نختم كلامنا وطولنا عليكم سامحونا، نختم بالملأ من بني إسرائيل عشان تعرف ايه قصة التربية الإيمانية وليه العالم دي ضيعة. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل. يا اخوانا ايه العالم دي؟ قاعد جيل واثنين وثلاثة متدمرين وأهلكوا ودمروا وسحقوا وانتهكت أعراضهم وأخذت أراضيهم ونهبت أموالهم، فحصل عندهم فزعة زي ما يقولوا. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم؟ النبي عارف ظروف بني اسرائيل. هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله. خلي بالك هذه الغايه، الهدف في سبيل الله، وراح حددوا بعد الغايه الحافز الباعث. وقد اخرجنا من ديارنا وايش؟ وابنائنا. مش كده؟ اسمع شوف الغايه واضحه في سبيل الله، البعث واضح، مظلومين، خرجونا من ديارنا أموالنا. اسمع تدبر، كان بدأوا بثمانين ألف شخص أو أربعين ألف، فلما كتب عليهم القتال وإيش داروا؟ تولوا. عرفت؟ إلا إيه؟ قليل. قليل يعني إيش؟ نقول مثلا ثلاثة من عشرة، لما نقول هذا قليل قلة ونقول هذه كثرة، مش هنقول النص النص، مش هنقول 49 و51، نقول مثلا 40 عشان تبقى قليل قليل، تقول التلت، خليها 3 من 10، يبقى 80 ألف. اضرب في 3 من 10 صاروا كام؟ 8 في 3 بكام يا اخوانا؟ صاروا 24 ألف. يعني تولى كم واحد؟ رجع كم واحد؟ كم واحد من 80؟ 56 ألف. هذه في اول وش هتعرف الموضوع ايش يا اخوانا. مش كده، هتلقى هذه في كل مراحل الحياة، واحنا بنقابل الطواغيت والطغيان والمواجهة. تولوا إلا قليلا إيه منهم والله أعلم الظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله، ده كفاية النبي يقول هذا عينته بيوح، لا ده بقولهم ربنا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إيش قالوا؟ قالوا لهم توائل لهم إيه التواغي منهم الرجال 24 ألف. قالوا إيش يا أخوانا؟ أن يكون له إيه؟ ليش تريد انت؟ انا كنت فاكر نبيدي حيكون المحافظ، ونبيدي وزير، ونبيدي تعطيني مقاطعة، وانا ابقى رئيس اركان، ونبقى نبيدي اللواء، ونبقى نبيدي القاضي وكذا. لا 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 لا، تريد الموضوع فيه نفوس، وهم قالت في سبيل الله انا كل الملك علينا كيف هو رغد ريحة ومعاش قروش، انا كل الملك علينا ونحن حق بالملك منه وشخر اخوي. قال: ولم يؤت ساعة من المال. هذه موازينهم. راح اسمع ميزان الله عز وجل. اول شيء ربنا اللي اختاره، ان الله ايه قال ايه؟ ان الله اصطفاه عليكم لتكفي، ومع ذلك حتى الموازين بتاعتكم موازين فاسده، والموازين الحقيقيه ان الله زاده ايه؟ بسطه في العلم والجسم.
علم مش علم بسطة في علم العسكري والسياسي والاقتصادي، وكمان رجل تيغي، راجل معنى راجل في الجسم. الحروب هذه الأيام كان تحتاج إلى من يمسك سيف كده يلوح به يخلص. وبعدين انتم مالكم؟ والله يؤتي ملكه ايش من يشاء والله واسع عليم. موازين لا يعرف هؤلاء الذين يحاربون المشروع الإسلامي. اضرب في 3 من 10 اللي قالوا ايش معنى وكذا، يبقوا صاروا كام؟ 3 من 10 في 24 بكام يا اخوانا؟ ب72، يعني 7200 صاروا 7000 وايش و200. ثم قال الله عز وجل، النبي قال، ربنا قال على لسان النبي، وقال لهم نبيهم، لان دول ما مشوش غير بالكرباج، واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ايه ظل وظنوا انه واقعهم بهم، خذوا ما اتيناكم بقوه، مش ما يمشوش غير بكده عشان يثبتهم ويسكنهم. وقال لهم نبيهم ان ايه ملكية، علامه الملك ودليل ده الملك بتاعكم، شوف قد ايه عايز يقنعهم، ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، صندوق ينزل به السكينة والطمأنينة عليكم، ايه سكينة من ربكم وبقية مما ترك ايه، يعني آثار من ايه، من نبي الله موسى ونبي الله هارون، وكي كمان بآية تحمله ايه الملائكة. وبعدين في الآخر إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. خلاص سكنتم وثبتتم. فلما فصل طالوت بالجنود، تيغي ما يعرفش الحلول الوسط، ما يعرفش يا جماعة نلم الموضوع ونمسك العصاية من النص، والجماعة دول برضه نستفيد منهم، حطهم في الحملة يطبخوا في الشؤون الإدارية، سواق يدير هك يدير هك، يشد الخيمة أي حاجة. لا، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب، كان عطشا، فمن شرب منه فليس مني، امتحان صعب، ومن لم يطعمه فإنه مني، ويلا إلا من اغترف إيش غرفة إيش فشربوا منه إلا إيه، لا إله إلا الله. اضرب يا عم في 30 مئتان، 7 في 3 صاروا 2000 وشوي، 2000 و2100، أنا بدي مثل يعني بالأرقام. فلما جاوزه، خلي بالك الموضوع مش لعب عيال، موضوع تربية، موضوع إعداد، هو والذين آمنوا، آمنوا يا اخوانا امنوا معه، بس شافوا الجبارين ان فيها قوم الجبارين، وانا لن ندخلها حتى ايه يخرجوا منها، ها فان يخرجوا فان ايه داخلون. لا يا عم يفتح الله، عايزين نلعب بره، الموضوع مش احنا كناش فاكرين كده يا عم، فاكرين ماتش كوره امال ولا ايه. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا ايش، لا اله الا الله، تعديتوا التحدي كلها ورديتوا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. مين اللي حسم القضية يا اخواننا، ومين اللي حاسم القضية في مصر؟ قال الذين ايه يظنون انهم ملاقوا الله، هي دي القضية، والظن هنا بمعنى اليقين، ولذا قضايا الايمان والتربية، الإيمان بيوم الآخر، إيمان بالقدر، ومن قبل إيمان بالله. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، هي دي مشكلتهم، إن ربنا صدهم عن القرآن وجعل بينهم وبين القرآن أكنة في قلوبهم وفي أذانهم وقرة، عشان كده مش قادرين يسمعوا الحق ولا يعترفوا بالحق. دول عايزين من جديد، إن كان ربنا كتب لهم الهداية وإلا نشتغل مع النشء. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم، دي مشكلتهم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين إيه لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم إيه استبشرون، دي مشكلتهم. اتكلم في أي حاجة غير التوحيد، اتكلم في أي حاجة غير الإسلام، اتكلم في أي حاجة غير الآخرة، أنا معاك. عرفت الصراع يا أخوانا؟ هو ده الصراع، هي دي الحقيقة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله،
يقول العلماء أن عدد الذين واجهوا هؤلاء بعدة أهل بدر 313 رجل، صفهم 80,000 لكام؟ 313. والرسول قال الناس كإبل المئة، قال لما تجد فيها إيه راحلة، من كل 100 تجيب كام واحد؟ دول من 80,000 جبت 300، يعني جبت 3 من كل 800، يعني واحد على 233 من كل 240، مش كل 100 طلعت راجل. هي دي القضية، احنا نريد ان نصنع الرجال على قضايا الايمان ونرجع من تاني الرب انفسنا بالاسلام بالقرآن بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ننتصر ان شاء الله حتى لو حصل في الطريق بعض الـ 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 يعني العطلة، مش مشكلة، في الاخر لابد ان نرسخ هذه المعاني الايمانية، وهو ده العلم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة غافلون. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اصبروا يا أخوانا، ولما برزوا لجالوت وجنوده، يبدأ هنا الدعاء، يا رب ادعوا يا أخوانا الأرض وقوم الليل، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق إنك المرسلين. أنا أعتذر عن أني أطلت، وكان مفروض الشيخ شريف يكون له يعني حظ، إن شاء الله له حظ. فجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني في البداية أدعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجازي شيخنا عنا خير الجزاء على هذه الكلمات التربوية الراقية، والتي بها كان النصر وكان التمكين لكل من سار على الطريق قبلنا، ولا نصر ولا تمكين لنا ولا لمن بعدنا إلا لما نعمل بما سمعنا من هذه المعاني التربوية الفارقة التي هي دائما السبب في حسم الصراع مع الباطل. ولذلك كم كنت أتمنى أن يطول في كلماته الرقراق الجميلة المؤثرة جزاه الله خيرا. وإن كان لابد من إضافة، ففي بداية كلمتي أتوجه بالشكر والدعاء والثناء لكل من ساهم في معهدنا هذا، ونخص بالذكر فضيلة الأخ المحترم الشيخ عصام أبو ستر جزاه الله خيرا، والذي بذل بذلا عظيما لإتمام هذا المعهد. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعله في موازين حسناته وأن يجعله له زخرا عند الله تبارك وتعالى. كما أشكر لكم أبنائي الأعزاء وأخواني الأفاضل على الحرص على الحضور والمواظبة والاهتمام، وهذه بشرى بعد المتابعة في الأيام التي مضت والتي افتتحنا فيها المعهد للدراسة. المؤشر مرتفع ومبشر بخير، ويعني الاهتمام والتركيز شيء يسعد في الحقيقة. يعني أستبشر خيرا أن هذه القلعة سيكون لها أثر، لا أقول على بلدتنا أو على قرانا، بل سيكون له أثر عظيم لا على مصر وحسب، بل على أفريقيا وأوروبا وسائر بلاد الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه بفضل الله تبارك وتعالى أسس على تقوى الله من أول يوم. وكما بدأت معكم في الدراسة، لابد من تجديد النية في كل لحظة حتى ننطلق، وحتى يعني نتأثر لنحسن التأثير في تربية غيرنا بإذن الله تبارك وتعالى. لا شك أن الحديث يفرض نفسه، ولعل في كلمات شيخنا الكفاية،
ولكن هي إشارة أختم بها الكلام حتى لا نطيل عليكم. ده أنت تؤمر. السلام عليكم. فضل شكرا. فضل شكرا. جزاك الله عنا خير. طيب الشيخ عظام بيسلطني عليكم حملة التبرع بالدم، لا شك أننا يعني نعلم دور التبرع وحاجة المرضى من أخواننا ومن أهلينا في المنطقة بالإضافة للحوادث على الطرق التي بجوارنا، فنحن في أمس الحاجة لأن نقف مع أخواننا الذين ابتلوا بالأمراض المزمنة والفتاكة، وكذلك بمن تعرضوا للحوادث والعمليات الجراحية، فلعل هذه القطرات التي ستتبرع بها اليوم تكون سببا لتثقيل موازينك وسببا لدخولك الجنة بالله تبارك وتعالى. فلا تنسوا التبرع الآن، الحملة تعمل في مدخل المسجد، فمن كان عنده دم فليتبرع، واللي ما عندوش يروح فيش مشكلة يعني. وأنا واثق أن أنتم عندكم دم كلكم، ودمكم خفيف جدا ينفع برضه. ربنا يوفقكم إن شاء الله وتتبرعوا لرفع المعاناة والمشقة والحرج عن إخوانكم وتدخلوا عليهم الفرح والسرور، جزاكم الله خيرا. نعود فنقول غدا يعد يوم فارق في حياة مصرنا، وصل فيه الصراع مع أنصار الهوى إلى مرحلة خطيرة لن يحسم إلا بأمثالكم من الذين يعرفون طبيعة الصراع بين الحق والباطل والتي هي مستمرة إلى قيام الساعة، وأنتم تعلمون جيدا أن الباطل كان زهوقا ولا زال زهوقا وسيظل زهوقا من الله تبارك وتعالى، ولن يدمغ ولن يزهق إلا بقذائف الحق التي يقذف بها تبارك وتعالى عليه فيصل إلى أن يكون زهوقا وأن يفشل وأن يندحر بفضله تبارك وتعالى. وقذائف الحق هذه هي أنتم حينما تستعينون بالله، حينما تتوكلون على الله، حينما تبذلون ما في وسعكم، حينما تأخذون بالأسباب المتاحة المباحة التي في أيديكم، وأنتم على يقين أن العاقبة للمتقين كما سمعنا: يا قومي استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أي أن العاقبة في كل صراع بين الحق والباطل وإن طالت وإن اشتدت وإن وصلت إلى ما وصلت لابد أن تحسم للمتقين، حتى لو كانوا قلة، حتى لو كانوا أضعف، حتى لو كانوا أقل في العتاد والعدد، لأن المولى تبارك وتعالى معهم وهو ناصرهم وجاعل لهم دائما في كل كرب وشدة الفرج والمخرج، لأنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. فلا تنسوا هذه المعاني. بقيت كلمة مهمة جدا لحسم يعني حالة التردد والحيرة عند قطاع كبير من أهلينا ومن جيراننا ومن أحبابنا. نحن نعلم أن يعني المعركة الآن بين حق وباطل، لكن يوجد فسطاس في المنتصف من الطيبين من المحبين من المنصفين، لكن لعلهم غرر بهم، لعلهم يعني عمي عليهم، لعلهم يعني من كثرة الدخان المنتشر يعني يرون وكأن ضبابا على عيونهم، ما يستطيعون التمييز هل يقولون نعم أم يقولون لا، هل يوافقون أم أو لا يوافقون، لأنهم يشاهدون المعركة وليس عندهم الآليات التي يحكمون بها على الصراع كيف يحسم ولمن، حتى لا يترددون حتى لا يقعون في حيرة. أنا أرى يعني توجيها بسيطا، فإن كان موفقا فهذا من الله عز وجل، فخذوا به واطرحوه على الناس في اللحظات الحرجة في الساعات الحاسمة لعله يكون بفضل الله تبارك وتعالى من الأمور التي ستحسم الاختيار وتنهي بفضل الله تبارك وتعالى التردد الموجود عند كثير من الناس. نعم قلنا صراع الحق والباطل، وتلك الفئة المسماة يعني كما يحلو لهم أن يسموا أنفسهم بهذا الاسم أنهم هم علية القوم أو أنهم هم النخبة، يعني هذه لا شك يعلم إلى من ترجع ومن أين تستقي التوجيهات وما هي مصالحها وأهدافها ومآربها
فضلا عن عقائدها أو مشاربها، هذه معلومة. لكن نحن يهمنا الفئة التي قلت هي مترددة وفي حيرة، قولوا لهم في مثل هذه المواطن ربنا تبارك وتعالى لم يدعنا هكذا، حالة الضباب أو التردد أو الحيرة لم يدعنا هكذا، رحمة بنا حسم لنا القضية وأشار علينا بأمر مهم به نحسم بفضله تبارك وتعالى هذا التردد. قال تبارك وتعالى: وإذ جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم إيش لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني يا جماعة لو جاءكم أمر من مثل هذه الأمور لا تترددوا، ارجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منكم العلماء باتفاق المفسرين، هم الذين يستطيعون أن يستنبطوا الحكم الذي ينطبق على هذا الواقع ويرشدونكم من الأحسن والأنفع والأكمل لكم في الدنيا والآخرة. ولذلك قولوا للناس: من على رأس الفسطاس الذي سيقول نعم والذي ينادي بنعم والذي أعلن الموافقة ورفع الراية بها؟ ستجدون على رأس هؤلاء الأزهر الشريف، هذه المؤسسة الدينية الكبرى التي قلع من قلاع العلم على مر العصور والأزمان منذ انشئت إلى الآن، وعلى رأسها شيخ الأزهر. وإن كنا قد نختلف معهم في بعض الأمور، لكن في هذه القضية التي نحن بصددها الأزهر تبناها من أول يوم، من أول لحظة، بخمس من رجاله بإشراف شيخ الأزهر عن بعد وعن مشاركة حقيقية من ساعة أول كلمة في الدستور إلى آخر كلمة، وهم يقولون نعم، وهم يريدون الحفاظ على الهوية وعلى مبادئ الشريعة الإسلامية بيعني التفسير العظيم الذي وضع والذي يغنينا ويكفينا ويكون بإذن الله تبارك وتعالى مانعا وحاكما ومهيمنا على أي حكم يخالف الشرع يرده إن لم يكن له دليل من أي مذهب المذاهب أهل السنة المعتبرة كما في المصادر التي أشار إليها هذا التفسير العظيم، وهي القرآن والسنة والإجماع ثم النقل الأخرى القياس والعرف والمصلحة إلى آخر هذه المقاييس الشرعية المعروفة. فقولوا للناس: الأزهر على رأس هؤلاء، من بعده الدعوة السلفية المباركة بشيوخها بعلمائها بطلابها تقف صفا واحدا تقول نعم، لأنها وضعت عن طريق المشايخ الذين شاركوا في إعداد هذا الدستور المواد الحاكمة التي تحافظ على هوية هذا البلد ولا تسمح بتقنين أي قانون يخالف شريعة الله تبارك وتعالى. وحتى الديمقراطية التي قد تخيف البعض جعلوا لها قيدا وسقفا ألا وهو الشورى، لا تحلل الحرام ولا يعني لا تحلل الحرام ولا تحرم الحلال، لأنها لها سقف بوضع كلمة الشورى بعدها مباشرة. قولوا للناس أيضا: أنصار السنة بعلمائها بحماة التوحيد على يعني مر العصور القريبة التي نعرفها، الجمعية الشرعية بعلمائها الأبطال والأفذاذ، جماعة الإخوان المسلمين مع يعني ما فيها من علماء ومن أهل خبرة وأهل دراية، وإن كنا نختلف في بعض الأمور تؤيد وبقوة، الجماعة الإسلامية تقف وبقوة. انظر أيضا يضاف لهذا مجلس شورى العلماء بمن فيه من علمائنا الأفاضل كلهم يؤيد، إلا واحد مثلا أو اثنان تحفظوا يريدون الأفضل، نلتمس لهم العذر ونحسن الظن بهم، هم لا يرفضون مجرد الرفض أو ليكونوا في خندق العلمانيين أو الليبراليين، لا والله هم يريدون الأكمل والأحسن ونحن كذلك معهم نريده، ولكن قد لا نصل لهذه المرة، والمرات القادمة سنتمكن منه بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بما فيها من علماء، من أقول لك كل علماء البلد، كل الاتجاهات الفكرية في البلد، كل الجماعات العاملة في الدعوة الله عز وجل كلها اجتمعت على أن تقول نعم. قولوا للناس: هؤلاء ملح البلد، هؤلاء هم السادة الذين أعطوا البصيرة، الذين وفقهم المولى تبارك وتعالى يكونوا ورثة الأنبياء، إن لم نرجع إليهم وإن لم نسترشد بآرائهم فبآراء من؟ قولوا للناس: تأخذوا آراء العلماء من الأزهر والدعوة السلفية وأهل وأنصار السنة والهيئة الشرعية والجماعة الإسلامية جماعة الإخوان ومجلس شورى العلماء، أم تستفتون البردعي؟ أم تستفتون صبحي؟ أم تستفتون مثلا موسى وهذه الأشكال المعروفة؟ ويعني إلى أي مرجعية ترجع؟ أنتم تعلمون ذلك، هؤلاء جاءوا ليجعلوها فوضى
لنقول لا حتى نرجع إلى مربع الصفر كما يقولون، حتى تمتد الفترة لمدة عام كامل حتى ننتهي من دستور جديد، وفي هذه الفترة ينفذون المخططات لردنا إلى فوضى غير خلاقة، إلى حرب أهلية، إلى فتنة طائفية، يزعزع الأمن ويزعزع الاستقرار وتدهور الاقتصاد وتتأثر الأمة المصرية، وبالتالي يتقدمونهم الركب. ولكن هيهات هيهات، أقول لهم من هذا المكان موتوا بغيركم لن تنالوا خيرا. نحن على ثقة ويقين أن النصر لجند الله المصلحين، وأن الله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين مهما عملوا ومهما صنعوا مهما كان منهم، لأننا نثق أن الأمر بيد الله لا بيد غيره. نعم، نحن نثق أن الله تبارك وتعالى هو رب هذا الكون والمتصرف فيه، والذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولو اجتمعوا على قوس واحدة كما اجتمعوا الآن تجد في معسكرهم كما هو معلوم لكم جميعا المركزي والملحد والشيوعي والرأسمالي والليبرالي والعلماني والنصراني والشيعي والصوفي والبلطجي وما شابه ذلك، كلهم اجتمعوا. لكن هؤلاء لا يهموننا، فينهم قلة لا يسوون شيء، لكن الذي نريده القطاع العريض من الناس الذين تحيروا وترددوا، ولعلهم تحفظوا على بعض المواد في هذا الدستور. أقول حتى وإن ترددت أو تحفظت على بعض المواد ارجع إلى العلماء، يرشدونك، يوجهونك، يعلمونك أن الأمر فيه مصالح وفيه مفاسد، فيه مقاييس وفيه اعتبارات، فيه خير الخيرين وشر الشرين. فليس العالم الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فالرجوع للعلماء سيحسم القضية، فيقول للناس انظروا في الذين قالوا نعم، انظروا في الذين يقولون لا لأول وهلة، ويدعون لذلك ويبذلون الأموال والجهود والطاقات من أجل ذلك، ستعرفون نعم كيف تختارون عندها. لذلك انظر بمن تقتدي، انظر عمن تأخذ دينك وعمن تأخذ الفتوى والتوجيه، نعم، والاسترشاد إن لم يكن عن طريق أهل العلم، نعم، الذين أشار تبارك وتعالى علينا أن نرجع إليهم لنستجلب على أنفسنا الأمن والأمان والاستقرار، حتى يكون الاستقرار لمصرنا، ثم بعد ذلك نتحرك لتقديم آخر في فترة أخرى نغير به ما كنا نتحفظ عليه، ونصل إلى المستوى الذي نأمله ونطمح إليه، ألا هو تحكيم شرع الله تبارك وتعالى فينا لنكون أسوة قدوة للدنيا. بسري أخواني، الدنيا كلها تراقبنا. أنا دائما أقول لكم كلمة لعلها تمر على البعض مرور الكرام، أقول مصر مستهدفة ومحاربة، هذه معلومة. مصر أيضا منظورة. يعني إيش منظورة؟ الدنيا كلها تنظر إليها، من يريد أن يقتدي ويتأسى ويعمل بعملها ينظر إليها ماذا ستفعل، ومن يريد لها الفشل، ومن يريد لها السقوط، ومن يريد لها أن تتعرقل، فهذا لا شك أنه كثير. لذلك هي منظورة من هؤلاء ومن هؤلاء، فيجدر بنا أن نشعر بالمسؤولية وبخطورة المرحلة، وبأننا جميعا مؤتمنون على مصرنا، بل على إسلامنا، كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبله، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. المرحلة حرجة، إياك والكسل، إياك والقعود، إياك وأن تصب بالتحبيط أو التثبيط بما يحاولون عن طريق الإعلام المرئي والمقروء والمسموع. اجتهد بقدر الجهد والطاقة، ابذل ما في وسعك، اذهب لنجلتك أولا، ثم خذ يعني من الأهل معك من تستطيع، من الأقارب، من الجيران، تكلم في الطرقات، في المواصلات، في الأسواق. عليك أن تبذل إن كنت من أهل المال أو إن كان عندك سيارة، بفضل سيارتك هذه تنقل الكبار والنساء والعجزة ليؤدوا أصواتهم نصرة لدين الله تبارك وتعالى، لأنها فعلا مرحلة فارقة في عمر مصرنا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل لي ولكم بصمة وأثرا في نصرة دينه وفي علو شأن هذا الدين بفضله سبحانه وتعالى. ندعو الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا صورة طيبة مؤثرة في من يراقبوننا ومن ينظرون إلينا، لنكون دعوة صامتة لديننا بفضل الله تبارك وتعالى. ندعو الله تبارك وتعالى بالهداية والتوفيق والسداد والرشاد. اللهم وفقنا لأرشد أمرنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفق رئيسنا لما تحب وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة،
التي تدل على الخير وتعينه عليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. مرة أخرى أحبتي لا تنسوا التبرع بالدم، فيه مصالح كثيرة، من سيتبرع سيجرى تحليل كامل على دمه، إن كان عنده أي مرض ولا يعرفه سيرسل له بطاقة بذلك ليعالج على نفقة بنك الدم، وسيتابع يعني يدرك نفسه في بداية الأمر، ومن كان سليما فقد أدى زكاة صحته وعافيته وشارك إخوانه بما يستطيع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونلتقي في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية.